لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لا السمسمية رح أحتاج لكوبين ونص من السمسم المحمص، نص كوب من السكر، نص كوب من عسل السنبلة، ومعلقة صغيرة من عصير الليمون. ولا الفستقية رح نحتاج نفس المقادير تقريبا، بس رح احتاج 6 اكواب من الفستق السوداني، كوب عسل، كوب سكر، ومعلقه كبيره من عصير الليمون. طيب امتياز، وانه اليوم بدنا نكثف من المشاركات ومن الاتصالات ومن الشيرز على الفيسبوك، اليوم يعني بدها تكون الحلقه ناريه، لانه اليوم الموضوع رح يستفزني انا شخصيا. ايوه. تقبلي جوزك يطبخ؟ بحب جوزي يطبخ. وبنظرك انت بتقبلي اصلا الزلمه يفوت يطبخ بالمطبخ؟ انا اسمعي، مش بدي احكي عن حالي، اللي بيحضرون على الانستغرام بيعرفوا ايش بضل احكي عن بابا. اوكي. انا ابوي كل رمضان اذا ما طبخ بجننا على الطبخه، فلازم يطبخ. بس بتعرفي تمام؟ انت شو بتسوي؟ اخواني كلهم بطبخوا. بطبخوا؟ كلهم بطبخوا. وقديش نسوان؟ بلال بطبخ. لا بطبخ. طبعا نسوانهم بطبخوا، بس عادي انه اخوي مثلا يوم الجمعه يقوم يعمل عرايس، عادي مثلا يعمل شغله عادي عادي، يعني كثير عادي. بس يعني محرزه انه يكون في لهم يوم عالمي لطبخ الرجال؟ طبعا، يعني انا بحس انه الست بتحب زوجها يدللها يوم بهالسنه. والله يطبخ ما هو للاولاد. بلا رح اعارضك، عارفه ليه؟ شوفي كميه الجلي اللي بتطلع بعد الزلمه. هذا شيء اكيد ما اختلفنا عليه، بس لا يعني ذلك انه ما ريحني من الطبيخ. وريحك ايش من الجلي؟ هو اذا بدخل باكج يطبخ ويجلي موافقه. لا نعمل قصه انت اطبخ واجلي. ايوه هيك. يلا نشوف الوصفه. انا خلينا نشوف الوصفه لليوم. انا عامله سمسميه والفستقيه، قلت لكم مقادير كثير سهله وما بنحتاج لا جليكوز لا مواد حافظه ولا شيء. ضليت اجرب طرق لا وصلت لهي الطريقه اللي كثير سهله. ملك الوصفه عندي طبعا السكر. وين السكر؟ سكر الاسره. سكر الاسره طبعا، لانه هلا الطنجره بلشت تساعد. عندي طنجرتين غير لاصقين، بفضل يكونوا غير لاصقين. عندي كوب من سكر الاسره. اذا خلينا نبلش اول شيء بالسمسميه. انا جايبه السمسم محمص، طلبته امبارح من دكانتي، فبعتوا لي اياه محمص، ما احلى. تقريبا انا عامله ضعف الكميه اللي معطيتكم اياها، بس كميه السكر وكميه العسل واحده. اوكي، بدنا اياها نفس الكميه، لا تزيد ولا تقل. وعندي كمان زي ما قلت الفستقيه والسمسميه، عشان ما رح نستخدم الجليكوز اللي بيستخدم في المصانع والمحلات، رح استخدم عسل السنبله، كمان احدى منتجات ريتكو. طبعا زي ما قلنا الملك الحلقه اليوم السنبلة من العسل وسكر شعبان، لأنه كل وصفاتنا بدخل فيها بس السكر العسل. بس الكمية قديش ممكن نوازنها؟ يعني مش مثلاً ممكن يكون العسل أخف مثلاً حلاوة؟ لا هلأ ما بدك توزنيها، أنت بدك تعملي قوام عشان تلزق فيه الفستق أو السمسم. أوكي تمام. فكيف بدك تعملي؟ بدك تعملي جليكوز اللي هو مش متوفر كتير عنا، يعني أنا مبارح حاولت أدور عليه في أكثر مكان ما لقيت الصراحة. لو كان متوفر كنت هشتري وقالهم من وين يجيبوه. فقلت خلص بتعملي انت لحالك الجليكوز اللي هو عباره عن عسل وسكر بنفس النسبه، نص كوب بنص كوب. اوكي تمام. اوكي، يعني احنا مبدئيا ككميه بدناش نفكر كثير بالنكهه قديش رح تكون. هلا النكهه انت مخديتها من السمسم والفستق. بس يا جماعه انا بدي اليوم المشاركات تكون مكتوبه، يعني علقوا لنا اليوم اذا انتم بتحبوا الرجل، وحتى انت كمان اذا بتحب انك تفوت تطبخ وتبادر بهذا الشيء، هل انت فعليا عندك هذا الشيء او الشغف ولا لا ما لك مصلحه؟ انا بقول لكم ما لكم مصلحه، وخلي كل واحد يعمل اللي بيعمله. قوم اعمل سندويشه، هذا كبيرها انا بشوف انه الرجل لازم يعمل هيك ساندويش، يعني حتى لو بيعمل ساندويش. بس انا الصراحه مثلا لا والله اخواني ما بيقلبوش الدنيا فوقاني تحتاني، ارتب مني بحسهم. انت والله بصير انا احكي عنك. احكي بس عنك. بحب اقول لكم انه تحت الهواء احنا بنكون هون، يعني يلا يا امتياز ما شاء الله عليكي مبدعه، وشو الاكل طبعا زي هلا الروايح اللي عم تطلع. انت اللي بدك تدوخي، انا اللي راح ادوخ. احكي لهم هلا شو صار فيه قبل الهواء بدقيقه اصلا، عشان يعرفوا قد ايه ربنا رحمه، يعني عشان يعرفوا انه انا دائما بعاني عشان اطلع بشكل كثير حلو. بس انت بتعرفي شغله امتياز، اول شيء تفقيد ربنا رحمه، بعدين يعني ضرب الحبيب زي اكل زبيب. بس ماشي، مش حبيب ومش زبيب، التنين هي بالصدفه يا حرام. اليوم انخبطت من سينه من الناس لا مش خبطه، لا مش خبطه عاديه، يعني عارفه كيف. طب خليني احكي لهم عشان يعني يمشوا معي بالوصفه، كثير سهله كثير بسيطه وراح يحبوها اولادكم. هلا انا حطيت زي ما قلت لكم، اذا حطيت كوب من السكر مقابله كوب من العسل، نص كوب من السكر مقابله نص كوب من العسل. أوكي. هلا كيف بدي اعرف اذا وصل للحراره المناسبه وما راح يتكرمل، ما راح يلزق، ما راح يخرب لي اياه، وراح يطلع معي زي ما بشتري جاهز بالضبط؟
لازم يطلع فقاعات زي ما هو هلا هيك علي، اذا بنقدر نورجيهم كمان. انا بدي شايفينها زي كيف زي الكراميل، بتكرمل لمده 4 دقائق على نار هاديه. بدنا نتركه من 3 لـ4 دقائق على نار هاديه لاضمن انه السكر والعسل عن جد ذابوا وتكرملوا بطريقه كويسه. هلا ما بدي اقول لهم يستخدموا ميزان حراره وابصر شو، هاي القصه انسوها ما بدكم اياها، بس زي ما قلت لكم اتركوه 4 دقائق. انا هلا هيو داب وهذا بلش يدوب، يعني شوفوا هذا بلش يدوب. طب انت بتحبي ابلش اقرا لك التعليقات على موضوع الطبخ؟ على فكره قبل ما نبلش في التعليقات حابه احكي عن فاميلي باسكت تحديدا، بروح عليه دائما بالويك اند يعني بشكل شخصي علشان هيك اجيب اغراض الاولاد. بتعرفي ايش احلى إشي فيه؟ ما بيخدعوك كثير، عندهم زي ما بيقولوا هيك شغله كثير حلوه بالنسبه للعميل. يعني اليوم انت بتفوتي لعندهم بتلاقي هيك الطاوله كلياتها مفروض عليها العروض كامله، سواء العروض الخاصه بالمنتجات الاستهلاكيه او العروض الخاصه بالبسكوتات وبالتشيبس وبالاشياء اللي مزبوط، لانه منتجاتهم امريكيه كامله. فبتعرفي الحلو انك بتفوتي بتشتري من الاوفرات ومن العروض، وبعد هيك بتكملي بتنقي اللي بدك اياه من اجبان من البان من كمان منتجات مثلجه ومبرده. يعني صراحه بجنن، انا شخصيا بحبه الحقيقه. طبعا عشان هيك اليوم احنا لا قدام شوي ان شاء الله رح يصير تعاون بيناتنا اكبر ورح يربحوا جوائز اكثر من فاميليز باسكت. طيب انا عندي هون صينيه بايركس بدون مش صينيه بزبط، بحط ورق زبده، بس بدي اقول لهم اذا ما عندهم ورق زبده حطوا ورق نايلون، لا النايلون حتى بيصير، حطوا ورق فويل اللي هو القصدير تمام، يحطوا ورق فويل ولازم ندهنه برشه زيت اوكي عشان اضمن ما راح ينزل، لانه انا عندي الكراميل حرارته كثير عاليه، عسل وسكر، تخيلي قد ايه حرارته عاليه. بدهنها هيك. هلا انت بحسستيني انه فعلا اذا ما بنعمل هاي الخطوه ممكن يلبط وتلزق. مش هيلبط، هيلزق، انا بدي اياه يطلع بسهوله واقطعه بسهوله ويطلع. انا بدي اعطيهم التبس اللي بتساعدهم عن جد يطلع شيء كثير منيح، ما بدي اياهم يتغلبوا بالمره خصوصا اذا بيعملوها المره الاولى. وتحديدا بما انه اليوم احنا اليوم الوطني او العالمي للرجل بالطبخ، خذ الريسبي كثير الوصفه منيح من امتياز عشان ايش يطبقوها للبيت الحبايب بكره. طيب انا عندي هاي الوصفه صارت جاهزه لانه هذا خلاص داب تماما اتكرمل تقريبا. صار له مروه وقتيت لي قد ايه صار له مروه؟ ولا هي هون اليوم ما بعرف، يعني تقريبا صلنا هيك 4 دقائق اكثر. طيب هاي بتقولي اكثر صار وصار، طلعوا كيف علي بقدر اجيبه بس من فوق اورجيهم اياه كيف صار اتكرمل. صار هيو شايفينه، مش عارفه هاي طلعوا كيف لونه، طلعوا هيك صار بدي اياه. انا عندي كوبين ونص قلنا من السمسم، خلاص راح اقيمه على النار كلياته. هلا بتخليه لحاله على درجه الحراره اللي وصلت لا 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 الحنجرة صح؟ خلص انا هلا بدي اقيمه على النار، ما بحتاج غير اقلب السمسم المحمص. بيقدروا يجيبوا سمسم محمص جاهز وبيقدروا هن يحمصوا السمسم بالبيت. هلا عادي كيف بدهم يحمصوه، يحطوا يا بقمة لا يا تمارا. اثرت علي الضرب اليوم مو عارفه احكي ولا ايش، تخيلي انا بقول اسم تمارا ما بتعرفي. بس امتياز، انا شايفتك هيك لما بتلفي فيها بتكون جمده تقلت شوي. هيو شايفين كيف هيها. طب ليش بيختاروا دائما السمسميه هيك تكون زي البسكوته مثلا؟ ليش مش هلا شوفي دوائر. حلويات المولد بالذات هي الحلويات اللي بتحتوي سكر منيح او قطر منيح، عشان هيك بتحسي اللي مشبك وبتحسي العوامه. انا كنت اعمل عوامه بس قلت عملتها قبل. شوفي العوامه اللي انا بعملها يا امتياز، هي شايفينه ايوه صار عندي هيك زي، انا متاكده انه بنعجن. بدي اخده بس انا هاي مش عم تساعدني، واحطه بالصينيه الموجوده عندي بهاي الطريقه. تمام صارت زي الكتله. بدي اجيب هلا هذا كثير سخن، بدكم تديروا بالكم قد ما بتقدروا. بدي اجيب ورقه نايلون او ورقه زبده ثانيه واضغط عليه بهاي الطريقه، كثير سهل رح يكون. طلعوا على طول ما رح يغلبكم ابدا لحتى اضمن انه وصل للشكل اللي بدي اياه وللرفع اللي بدي اياه. اوكي تمام، هاي شايفين كيف، ولا رح يغلبكم ولا شيء. خليني ارجع اقيده هيك عشان هذا رح اتركه لاخر حلقه اقطعه. انا اوريدي عملت لهم عينه وقطعتها بس بدي اتركه لاخر الحلقه عشان يبرد، يبرد شوي قبل ما نقطعه، لازم يبرد شوي. اذا بدهم او قلقانين على ايديهم، انا ايدي متعودين على الحراره. اوكي بيقدروا يجيبوا كمثال صحن، هذا الصحن شوفي كيف عشان تقسميه. لا 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 تضغطوا عليه بهاي الطريقه عشان احنا بدنا نضمن انه حبات السمسم تمسك مع بعض. اوكي
شايفه كيف؟ تمام صارت قطعه واحده. شوفي كيف عم بيطلع معك ال شايفين كيف ما احلى. هلا كمان شو رح نقطعها، بس مجرد ما تجمد هيك ضلكم. انا طبعا بالبيت استخدمت مسطره الاولاد، اخذت مسطره رامي ابني عشان الحواف وكل شيء فيها. انت على فكره هيك عم بشوف عندنا هون بصحن التقديم عن جد امتياز زي القالب هيك طالع معك. لانه استخدمت المسطره بالتقطيع واستخدمت المسطره بالفرد. طيب معناته احنا بعد الفاصل على طول رح نرجع نشوف كيف بدنا نقطعها. مزبوط. وعندي هاي خلص كمان صارت جاهزه، بدنا نحط عليها الفستق. نسيبي شوفوا الفستقيه. انا هلا بالفاصل حطيت الفستق الحليب، الفستق السوداني. يا ربي الفستق السوداني اصلا. حطيت كوب سكر كوب عسل مع عصره ليمون. اوكي. وحطيت فوقيهم الفستق السوداني اللي انا اوريدي حمصته. أوكي. تمام. انا حمصته اليوم قبل ما اجي، هلا قبل ما نفوت على الحلقه على طول حمصته بالفرن. جبته ني. الكيلو كله عباره عن دينارين اعتقد. يعني كل هالوصفه هاي الكميه كفتني، يعني شوفي بتكفي 20 شخص بجوز. يعني 20 قطعه. لا وثقيله. شوفوا ما احلاها، شايفين ما احلاها. يعني هلا بدي اخذها بالسمسميه. نفس اللي عملته بالسمسميه بس هذا سمسم وهي فستقيه، شايفين كيف؟ هاي احنا اورجيهم اياها. هلا ما راح اقطعهم، هلا هدول بدي اتركهم يبردوا تقريبا بيحتاجوا نص ساعه، راح اقطعهم انا وياهم بنص الحلقه. أوكي. يعني البارت اللي بعده بنكون خلص، لانه هاي طلعي كيف خلص، يعني هاي شوفي عم تجمد جمدت اوريدي جمدت، يعني البارت اللي بعده بنبلش نقطع فيها.